40 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنه تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية على مرقد سيد محمد ابن الإمام الهادي والواقع في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال العاصمة العراقية بغداد. أحمد الصافي ممثل المرجع الديني الشيعي علي السيستاني أعلن في خطبة يوم الجمعة أن منفذي تفجير الكرادة استهدفوا إراقة دماء أكبر عدد ممكن لإيقاع فتنة طائفية بين أبناء الشعب. وهكذا تتوالى وتستمر جرائم الإرهابيين بحق الشعب العراقي ومقدساته إذا لم يوضع لها حد باتباع الأساليب المهنية في معالجة الخروقات الأمنية. الهجوم هو الثاني بعد الاعتداء الأعنف والأكثر دموية الذي استهدف حي الكرادة الشيعي عشية عيد الفطر وخلف مقتل حوالي 300 شخص. وأعفى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قائد عمليات بغداد واثنين من كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في العاصمة العراقية من مناصبهم. التفجير وسواه من التفجيرات الإرهابية